السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل معاكم طريقة تدميس الفول. ايه هي الطلبات المطلوبة منك عشان تدمسي فول في البيت؟ ده فول بلدي من عند العطار، هتجيبيه وتغسليه كويس وتنقيه كويس عشان هيبقى فيه اللي هو الطين وبيبقى فيه زلط، فلازم يتنقى كويس ويتغسل خالص ويتنقع ساعتين، يتنقعيه ساعتين ما تزوديش عن ساعتين، عشان لو زودت عن ساعتين هيبقى زي الفول النابت والقشرة بتاعته هتطلع. خلاص يبقى ايه؟ يبقى هنجيبه الفول البلدي من عند العطار وتنقيه كويس وتغسليه كويس وتنقعيه ساعتين. وايه المطلوب تاني؟ عدس. ماشي، كم عدس؟ يعني نص كيلو عليه، يعني شوية كده قد كفة ايدك. خلاص، وايه تاني؟ صلصة، معلقة ونص صلصة او كيس صلصة، كيس صلصة صغير عادي. خلاص، انا همشي ورا الطريقة اللي انا هعملها معاكي. خلاص، هنعمل ابعد كده، هنجيبه هنزوده على الصلصة شوية مية عشان يندوبوها اهي. خلاص، هندوبه الصلصة بمعلقة كده. طريقته سهلة خالص، وفر على نفسك. هنحط الفول اي حاجة عندك، حط الفول في اي حاجة عندك، ما تزوديش عن ساعتين. خلاص، وهنحط عليها العدس، وهنحط. خلاص، يبقى حطينا الفول وحطينا العدس وحطينا كيس الصلصة. خلاص، دوبنا كيس الصلصة في شوية مية وحطينا عليهم. ايه تاني؟ هنحط اخر حاجة، هنحط ايه؟ هنحط المية، هنحط المية بس كده، وهنغطه وهنحطه على النار بس كده. بعد ما يبدأ يغلي تيجي موطيه النار عليه مده 3 ساعات، 3 ونص، 4 ساعات، يعني زي ما على حسب حبه الفوله. خلاص، يبقى اول ما يبدا يغلي ياخد غلوته هتوطي عليه النار خالص، وكل شويه تزوديه ميه سخنه، تزوديه ميه سخنه. خلاص، هبدا احطه انا على النار وتابعي معايا لحد ما اوريكي في الاخر هيبقى ايه. حبايبي، اول ما الفول بدا يغلي معايا رحت موطيه على النار. بصوا، خليت النار ايه، واطيه خالص من تحت. انا وطيت كده النار ايه، وطيت النار خالص على الفول عشان يبدا يستوي براحته. ماشي، يلا حبايبي، الفول استوى معانا، بصوا شكله. طبعا انت لما تحطيه على النار وتيجي يبدا يغلي هتوطي على البوتاجاز خالص، ولما تيجي تزوديه هتزوديه ميه سخنه، ميه سخنه. امشي على الطريقه بتاعتي وهتعجبكم خالص. شوفي، بصوا الفوله فاتحه ازاي، مش غامقه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا هبدا كده اهو، هبدأ أحط في الطبق. لا بصي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، والله 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 الطريقة دي هتعجبكم خالص. واعمل الفول فيتها حاجة عندك، بس تكون الحلة ملمومة، يعني الحلة بتكون ملمومة لفوق، يعني الحلة بتكون ملمومة لفوق. أيتها حاجة عندك بس تكون ملمومة كده، يعني ايه، عالية شوية مش واطية. شوفوا بصوا الفولة، يا رب يعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتضغط على نعمة الجرس، وما تنسوش اللايك. ماشي، يلا في رعاية الله يا حبايبي.